كيف مجرات العادة كل عام تتقام صلاة العيد وفق الشريعة الإسلامية. لذلك قام فريق العمل إيميرو 24 لتنقل لإحدى المساجد ببروكسل كي ينقل لكم أجواء العيد. مشينا للمسجد المتقي اللي كتواجد بمولمبيك بروكسل باش نوقفوا على أجواء كيفاش كتدوز، ولاحظنا تواجد عدد كبير من المغاربة حيث المسجد كان ممتلئ على آخره في أجواء مفقمة بالفرحة الغامرة والروحية والصوفية. بعد هذه التهاليل والأهازيج الروحية أقيمت صلاة العيد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر. خطبة العيد ألقاها الأستاذ عادل الجطاري اللي ركز فيها على أهمية خطبة العيد وفضائلها. الخطبة كانت مميزة بسبب اعتماد الشيخ عادل على العربية والفرنسية، إضافة إلى تواجد من يقوم بشرح الخطبة باللغة الإشارات. آخرة قبل حلول هذا العيد، vous savez dans cette mosquée pas mal de personnes qui ont été parmi nous il y a quelques jours ou quelques semaines et malheureusement avant العيد ils ont déjà quitté ce monde. أسأل الله أن يرحمهم وينور قبورهم كما أسأل الله تعالى لإخواننا الذين استقبلوا هذا العيد بنيران القنابل والقتل والتدمير. يا beaucoup de populations dans certains pays musulmans qui malheureusement le jour où nous sommes nous contents alhamdulillah nous avons la joie nous devons avoir cette joie ils sont là en dessous des bombes en train de se faire massacrer. مباشرة بعد نهاية الصلاة قام كل المسلمين الحاضرين بتبادل التهاني والتآزر معبرين عن فرحتهم بالعيد. وبهذه المناسبة كتوجه إدارة إيميرو 24 بأعز التهاني لزوارها ومتابعيها وكافة المسلمين، وكل عام وأنتم بخير.